لا، هو اتحاد الفتح الرياضي تيمر واحد الفتره اللي هي بكل صراحه ما تتلقليش. النتائج ما كيما ما وصلاش للمستوى اللي حنا تنتسناوه، كنا تنتسناو واحد المستوى واحد اخر. حنايا عرفتي والسياسه ديالنا في الفتح تنتريتو شي شويه، تنفكروا شي شويه، تنتسنى يدوز ان شاء الله الموسم هذا، نطلبوا من الله يدوز ما تكونش شي حاجه اللي هي خايبه بالنسبه للنادي، ونجلسوا ونفكروا ونشوفوا اللي تمشى اللي ما تمشاش، نديروا الخلاصه فان بيلون. اللي غنديروا الخلاصه غيبان لنا اللي تمشى اللي ما تمشاش، باش نقدروا ناخذوا الاجراءات العام الجاي ان شاء الله الموسم الجاي، باش نقدروا نتفاداو الاخطاء اللي كنا طحنا فيها. الان بكل صراحه ما تنفكروش، تنفكروا في الان. الان المهم بالنسبه لي الان اللي يدوز الماتش لي فا غنفكر الماتش ديال خريبكا، اللي غيدوز ماتش خريبكا غنفكر ماتش بركان، اللي غيدوز ماتش بركان غندوز الماتش ديال طنجه. المهم بانني نسالي هذا الموسم هذا باش ما كان، خصني نساليه، لان الاختلالات باين بانه وقع شي مشكل، وقع مشكل، ما كانوش النتائج في المستوى اللي حنا كنا تنتسناوه، اذا خصنا نعرفوا علاش هاد النتائج ما كانوش في المستوى اللي كنا تنتسناوه، وغادي نجلسوا مع الطاقم التقني، مع الطاقم ديال التكوين، باش نعرفوا شنو وقع، باش نقدوا العام الجاي ان شاء الله يكون عندنا واحد النتائج اللي هي احسن، اللي تليق بالنادي ان شاء الله.